يا مساء الخير عليكم، انا اسماء عيسى من قناه اكلتك. خلاص اليوم خلص وجايين من الشغل تعبانين ومحتاجين نعمل حاجه كده للعشاء خفيفه. هنعمل ايه النهارده؟ شوربه لسان عصفور بس بطريقه جديده، شوربه لسان عصفور بالكريمه. زي ما شفنا الشوربه بتاعتنا جديده ومش مكلفه برضو قوي. اللي عايز يستبدل الكريمه ممكن يستبدلها بكوبايه زبادي عليها كوبايه لبن ونقلبهم مع بعض شويه ونحطهم على المرقه، وممكن نستبدل الجبن بجبن تانية خالص، ممكن شيدر، ممكن موتزاريلا، ممكن بارميزان، اللي حابب حاجه يحطها، وهنسيبهم يستووا مع بعض شويه وذوقوا الطعم بتاعها هتعجبكم جدا. لسان العصفور طبعا ما فيهوش افتكاسات برضو كتير، يعني انا ممكن اعمله بس بالطماطم وانا بحبه بالطماطم جدا. هشوح لسان العصفور في شوية زبدة زي ما انا عملت، وبعدين هكون مجهزة عندي عصير الطماطم الفريش وهنزل بيه على لسان العصفور وهسيبهم مع بعض كده ياخدوا تقلبتين، وهنزل بالمرقة بتاعتي في النهاية والملح والتوابل بتاعتي واسيبه لحد ما يستوي. وذوقوا الشوربة هتعجبكم جدا جدا جدا. ممكن برضو اعمل لسان العصفور بطريقة مختلفة جدا، وان شاء الله الاكلة دي انا هعملها لكم فيديو بس هقولها لكم عشان اللي حابب يجرب. اول حاجه خالص هجيب الكبد والقوانص بتاعتي واشوحها على النار كده لحد ما يستوى، وبعدين هشوح لسان العصفور في شويه زبده حلوين، واجيب طاسه عندي واحط الكبده والقوانص، او اي لو احنا حابين نحط لحوم او فراخ مفيش مشكله، انا بحبها بالكبد والقوانص يعني اقلف التكلفه شويه. وبعدين هجيب الطاسه بتاعتي، او يا سلام بقى لو عندي طاجن يا سلام على الطعم. هنحط الكبدة بتاعتنا في الطاجن ونحط عليها لسان العصفور وندخلها الفرن ونسيبها لحد ما تستوي. قبل ما تستوي بشوية هضيف الجبن بتاعتي واسيبها بقى لحد ما تسيح، واطلع طاجن لسان العصفور بالجبن والكبد والقوانص وحاجة تجنن. ودي كانت نهاية حلقتنا النهاردة واكلتنا، يا رب تكون عجبتكم، واللي عنده افكار جديدة للاكل يا ريت يبعتلي وانا هعملها. يا ريت تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس واشوفكم في اكلات جديدة وحكايات اكلات جديدة وقناة اكلتك. باي.